مرحبا بالحضور الكريم. غير واحد الالتفاته بالنسبه لجمعيه وصال، راه كتواجد معنا وسفاري بحراره، راه جمعيه وصال كتواجد معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه اصدق الصلوات، السيد عامل جهه مكناس سافلات، الساده والسيدات بهذه المنطقه، السادة والسيدات ضيوف هذا الحفل المميز، الأعزاء حضرات السيدات والسادة الكرام، يسعدني باسم اللجنة التحضيرية لهذا الحفل بمدينة مكناس الإسماعيلية أن أعرض لكم عن بالغ شكري وامتناني لحضوركم حفلنا هذا، كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان لسيد عامل مكناس العاصمة الإسماعيلية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه المحطة التاريخية المهمة. كما يطيب لي باسم اللجنة التحضيرية أن أنوب بالعمل الجاد والمسؤول الذي قام به أعضاء المجلس، والتي اتسمت بالافتتاح على مختلف الفعاليات، والتي اتسمت بجميع الانفتاحات المدنية في الإصالة، كما تميزت أعمالها بالجدية والنقاش الهادئ إلى إنجاح هذا الحفل. أيها الحضور الكريم، إننا بمدينة مكناس العزيزة مدينة النضال والوفاء، نؤمن بأن العمل الجمعوي لبنة أساسية لرفع المدينة وتقدمها وتحقيق التنمية المستدامة، وإننا تحملنا مسؤوليتنا لاختيار نخبة ذات كفاءات ومؤهلات لتدبيع الشأن العام بما يخدم مصلحة المواطنين ويساهم في إشعاع المدينة وانفتاحها. وجمعية وصال العالمية للتنمية ذات المرجعية الهادفة للديمقراطية تعي تمام الوعي الظرفية الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب، كما أن الفلسفة التي تؤمن بها هذه الجمعية والقائمة على تقوية هيكلة التنظيمية واستقطاب الأطر والكفاءات وعقد ندوات وموائد مستديرة لفتح نقاش حول القضايا المجتمع الراهنة والارتباط بالمواطن. أخواتي إخواني، إننا اليوم نحتفل بلحظة تاريخية، حيث مناسبة عيد العرش المجيد الاحتفال بالذكرى 22 لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وانتزاما مع ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد بمناسبة نعمة فيها الفرحة من المملكة من طنجة إلى الجويرة أعيادا دينية ووطنية تجدد فيها مشاعر الحب والمودة، التضامن الوطني والاجتماعي بين كافة أفراد الشعب المغربي العظيم، كما يتجدد فيها الولاء والانتماء للوطن، أعياد الاستمرارية وتلاحم العرش والشعب لا يزيد من 12 قرنا من الزمن. أسر وحدة ملكنا وشعبا، هذا هو المغرب بلد السلم والسلام والأمن والتعايش، وهذه هي المملكة المغربية الشريفة. وإذا نعبر عن ولائنا وإخلاصنا للعرش العلوي المجيد، سيداتي سادتي، إننا نتوجه بأجمل التهاني والتبريكات إلى وطننا الصادق، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين وقائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأن يمنح جلالته الصحة والعافية والسلامة والعمر المديد. كما نغتنم هذه المناسبة لنؤكد للدفاع عن مغربية صحرائنا، إذ نعتبر التماسنا بأننا جنودا مجندا وراء صاحب الجلالة نصره الله وأيده للدفاع عن كل شبر من أراضينا تحت شعارنا الدائم الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله.